ماذا؟ من مرحلتين. نعم، نعم، مرحلة صعود ومرحلة استقرار. هذه المرحلة يتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى تسمى النظام الانتقالي، تسمى النظام الانتقالي. والمرحلة الثانية تسمى النظام الدائم. يعني بعد هذه المرحلة يبقى التوتر ثابتا، وهنا يساوي كم؟ يساوي أ. هالنظام الانتقالي، هذا النظام الانتقالي، هذه المرحلة الأولى وهذه المرحلة الثانية. تبعوا، غادي نمسح هاد الخضرة، غادي نمسحها. سأقوم ب سوبريمي لو ديرني إيسي ونخلي غير ليسي الأول، يعني لا شارج. غادي نرسم المماس للمنحنى عند اللحظة الصفر. سأقوم برسم المماس عند المرحلة عند الصفر. ريغريسيون لينير، هو المماس غادي ننقلو بهذه الطريقة. لاحظوا مزيان، هذا هو المنحنى. لا، هذا هو المماس، هذا هو المماس. إذا تبعوا معايا، هذا المماس عند اللحظة الصفر. هذا المماس سأقوم بنقله بتحديد، هذا كيعلمنا المكان فين كيتقاطع. شوف، هذا النظام الدائم، ياك النظام الدائم الأو هي هذه، وهذا المماس. الأو والمماس كيتقاطعوا في واحد النقطة هنا. هاي نقطة تقاطع هنا، هذا التقاطع يحدد زمنا يسمى طو، ثابتة الزمن. هنا يعني غادي ديروا هذه العملية طو. طو تسمى ثابتة الزمن. ثابتة الزمن لتحديدها هناك عدة طرق. اكتبوا لتحديدها هناك عدة طرق. لتحديدها هناك عدة طرق. هناك عدة طرق. المهم، الطريقة الأولى، الطريقة الأولى هي هذه. نرسم المماس عند الصفر. نرسم المماس عند الصفر، والمماس للمنحنى في النظام الدائم. والمماس للمنحنى في النظام الدائم. المماس للمنحنى في النظام الدائم. نسقط نقطة التقاطع. نسقط نقطة التقاطع على محور الزمن. على محور الزمن. ونقرأ طو. يمكنني من قراءة طو.
يبين المنحنى. يبين المنحنى. يبين المنحنى أن نهاية الشحن. أن نهاية الشحن. أن نهاية الشحن. أن نهاية الشحن تتم عند لحظة تساوي 5 طو. يعني هنا نورمالمون هي 5 طو. هنا 5 طو. هنا طو. هنا 5 طو. نهاية الشحن تكون في 5 طو. إذا لتحديد طو كاين هذه الطريقة الثانية. لا المنحنى ملي كنرسموا المنحنى كنقراو فين وصل القمة. هذيك النقطة فين وصل القمة كتكون هي تقريبا 5 طو. إذا عند نهاية الشحن. نهاية الشحن هنايا 5 طو. إلا قسمتيها إلا قريتي إلا قارنتي هذه مع هذه غتلقاي باللي 5. هذا الزمن اللي هنا مع الزمن اللي هنا غادي يعطيك 5. غادي نمشيو الآن الدراسة النظرية. دراسة ملحوظات غادي نديروها من خلال التجربة. ملحوظات قيمة طو. قيمة طو تزداد بازدياد R و C. يعني لا R زادت. إذا زادت R نعم R و C. كلما زادت R كلما زادت طو وكلما زادت C تزداد طو. إذن نمر الآن إلى الدراسة النظرية للشحن. من بعد غادي ندرسو التفريغ. الدراسة التجريبية للشحن ثم غادي نديرو الدراسة النظرية للشحن. الدراسة النظرية للشحن. أربعة واحد. المعادلة التفاضلية. المولد قاطع تيار موصل أمي مكتف. إذن أ هنا R وهنا السي. المهم غادي نديرو الشحن. إذن قاطع التيار كا عند غلق قاطع التيار. عند غلق قاطع التيار يمر التيار في هذا المنحى. يمر التيار في هذا المنحى يعني يخرج من الموجب نحو السالم. توتر بين مربطي ER. عكس تيار. وهنا U C U R U C. U R U C. إذن باش نوجدوا المعادلة. واش هي المعادلة التفاضلية؟ باش نعرفكم على المعادلة التفاضلية كاين معادلة عادية. المعادلة العادية يكون فيها المجهول عبارة عن عدد. مثلا عندما أكتب 2 إكس زائد 3 تساوي 0 يعني إكس تساوي ناقص 3. هنا المجهول عبارة عن عدد. بالنسبة للمعادلة التفاضلية المجهول عبارة عن دالة. المجهول عبارة عن دالة تتعلق بالزمن. إذن غادي نطبقوا قانون إضافية التوترات. حسب قانون إضافية التوترات ماذا نكتب؟ أ تساوي U R زائد U C. U R ماذا تساوي؟
نعم حسب قانون أوم، حسب قانون أوم U R تساوي R في E. و U C وشنو هي؟ غادي نعود اي ماذا تساوي دي دو كي على دي دو تي و كي ماذا تساوي سي في اي سي في اي سي سي ثابتة يمكن إخراجها تعطيني سي دي دو إي سي على دي تي تبعوا أ أ هذه تساوي هاد التوتر زائد هاد التوتر يعني أ يساوي أو أر زائد أو سي حسب قانون أوم عندنا أو أر هي أر في إي و إي حسب هاد التيار اللي عندنا هنا التيار متغير ولا ثابت؟ متغير هو التيار متغير التيار هنا في خلال مرحلة الصعود أو مرحلة النزول التيار يكون متغيرا إذن إي يساوي دي دو كي على دي دو تي عوض كي هي سي إي سي عندما تكون لدي مشتقة فإن الثوابت لا تشتق نخرجها من المشتقة ونحصل على نعوض في المعادلة هذه أعطتني أ تساوي R في C D دو C على D T زائد U C هذه هي المعادلة التفاضلية هذا قانون أوم نعم إيه هي شدة التيار لا برونتي إلى كانت إي ثابتة ليس ثابتا وبالتالي ما كان كتبوش إي تساوي كي على التي كان كتبو إي تساوي دي دو كي على دي دو تي تبع أ تساوي المجهول ها هو المجهول هو أو سي غادي نكتبو المجهول هو أو سي وهو عبارة عن دالة زمنية تبعوا تي وهذه أو سي نوع هذه الدالة هي دالة أسية غادي نكتبو حل هذه المعادلة التفاضلية يكتب على النحو التالي UC يساوي A plus B exponential moins alpha T انتم غادي تقبلوا النتيجة غادي تعرفوا الحل عند دراستي المعادلات التفاضلية UC يساوي A زائد B زائد ألف هذه الثوابت سنحددها الآن من خلال المنحنى A B وألفا ثوابت ألفا موجبة ألفا ماشي سالبة ألفا موجبة أو B سنعرف ذلك إس سي يساوي أ زائد بي إكسبونونسيال مو ألفا تي الأو بي ألفا ثوابت كيف يتم تحديدها؟ كاين طريقتين كاين بالشروط البدئية والشروط النهائية غادي نديرو تحديد أ بي وألفا
باستعمال الشروط البدئية. الشروط البدئية والنهائية ثم المعادلة التفاضلية. كي غادي الشروط البدئية والشروط النهائية غادي نستغلوا المنحنى. المنحنى عندنا هذا الشكل، تبعوني مزيان. المنحنى داير هاك، عند التي تساوي الصفر، عند التي يساوي الصفر، يو كم يساوي؟ صفر. إذن عند التي يساوي الصفر، يو سي يساوي صفر. سنعوض هنا، نعوض الزمن بقيمته. يو سي يساوي الصفر، يعني صفر يساوي A زائد B إكسبونونسيال زيرو، وإكسبونونسيال زيرو واحد. إذن المعادلة الشرط البدئي عطانا باللي A زائد B يساوي صفر، يعني A يساوي ناقص B. الشرط النهائي نعم، الشرط النهائي يعني التي تؤول الى زائد ما لا نهايه. اي سي تساوي كم؟ او. هنا شوفوا هذا الشرط النهائي. الشرط النهائي يعني عند في نهايه الشحن يكون التوتر بين مربطي المكثف يساوي او. أعوض في المعادلة. U C في الانفيني تساوي E تساوي كم؟ تساوي A ناقص A إكسبونونسيال موان الانفيني. إكسبونونسيال موان الانفيني زيرو، هذا يساوي صفر. يعني أن A تساوي E. هيا A تساوي E. نعاود. شوف الشرط البدئي، الشرط البدئي كيعطيني هذه الصفر يساوي E. B يساوي ماذا؟ ناقص E. إذا لقينا A يساوي E و B ناقص E. الآن غادي نقوم باشتقاق هذه ونعوضها في المعادلة التفاضلية. دي دو اس سي على دي دو تي، يلا نشقوا. هي أ نعم، لا الآن عرفنا هذيك هي أ لا الاشتقاق ديال هذه هي زيرو ناقص الفا في ب اكسبونونسيال مو الفا تي. سنعوض في المعادلة التفاضلية. نعوض في المعادلة التفاضلية. شنو عندنا؟ او تساوي ار سي دو اس سي هي مو الفا ب اكسبونونسيال مو الفا تي زائد ماذا؟ زائد اس سي هي A زائد B اكسبونونسيال مو الفا تي. غادي نعوضوا B بالقيمة ديالها، B والA بالقيمة ديالها. ب هي ناقص او.
الواحد بالأ هنا يبقى واحد، هنا يبقى واحد اكسبونونسيال مع الفا تي ار سي الفا ناقص واحد يساوي زيرو، هذا يخالف صفر، يعني ار سي الفا ناقص واحد يساوي صفر. شوف الحل هو هذا، باش نلقاو النتائج دائما يجب الذهاب الى الشروط البدئيه والنهائيه والمعادله تفاضل. اذا الشرط البدئي يعطيني ا، الشرط البدئي الشرط البدئي الشرط البدئي يعطيني هادي، والشرط النهائي يعطيني ا تساوي او ب تساوي ناقص او، والمعادله التفاضليه توصلني الى هذه النتيجه.